محمد، وجه كلمة النهاردة وانت بتقوم بواجبك الوطني وإدلاء صوتك في ده يعني سعيد طبعا جدا ان احنا في الاخر بنتمنى افضل حال للبلد وللشعب المصري، وده دورنا كمواطنين. ويعني انا بعد خدمتي في القوات المسلحة الانتماء وحبي لبلدي الضاعف، واعتقد اي شاب خدم في الجيش هيحس الاحساس اللي انا حاسه بيه. لا ما اعتقدش في حد هيكسل، كله هينزل. وبعدين هم عاملين تسهيلات عظيمه، بنعرف اللجنه بسرعه والمدارس واللجان مفتوحه لحد الساعه 9 مساء، فدي تسهيلات كبيره جدا يعني. فبنشكر القائمين على ذلك. شكرا يا محمد، اشكرك شكرا جزيلا. عوده اليكم مره اخرى في الاستوديو. شكرا جزيلا ليك يا هاني. طبعا في زحمه طبعا النجم محمد عبد رمضان، ولكن هو وجه رساله للمشاركه وقال بعد ادائه للخدمه العسكريه كان يحب يشارك في التعديلات الدستوريه. يعني نجيب معاكم برضو بعض اراء الشخصيات العامه المشاركه، وده ملمح مهم المره دي ان رموز المجتمع المصري او الوجوه الاعلاميه المقبوله من المواطنين واللي ممكن تلقى نوع من انواع الثقه منهم بيخرجوا لهذه العمليه بكثافه هذه المره. احنا على مدار اليومين اللي لحد دلوقتي الكثير من رموز الرياضه، الكثير من رموز الفن، الكثير من رموز السياسه خرجوا الى لجان الاقتراع. دي رساله عن حاله الطمانينه الموجوده جوه المجتمع، رساله بان المصريين شايفين بالفعل ان هذا الدستور كان يجب اعاده النظر فيه. صحيح، وده يخليني يا دكتور نقول مع حضرتك المعلومه ان النهارده ساعات الراحه اتلغت. بالظبط كده. المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة إقبال المصريين على لجان الاقتراع وارتفاع وتيرة أو زيادة أعداد الناخبين في ساعتين الأخرانيين قرر إلغاء ساعة الراحة الممنوحة للقضاء ولموظفي اللجنة.